قسما بالله العظيم أن هذه القضية لن تطوى حتى تسالي أهلكم شي كاملة. خاصكم تعرفوا بأن الروح النضالية ديالنا وبأننا مغاربة حتى النخاع وبأننا مغاربة حتى البكاء. سكيفي حنا راه غادي نمشي وراه لا شيء سيحيدنا عن تحقيق مطالبنا إلا الموت. كشرط من شروط شرط واحد من السبب من أسباب أن هذه الدعوة هذه صافي غادي تسالي وهذا الطلب المتطلبات ديالنا غادي تمشي. لحد الساعة حنا برهنا على أننا وطنيين حتى البكاء، وبرهنا على أننا ملكيين، وبرهنا على أننا مع المغرب، وأي حاجة كتضرب مصالح المغرب حنا ماشي معاها. ما عرفت أنا وزير العدل والجهات اللي كتتجاهلنا واش بغاتنا نوصلوا للمنظمات الدولية ولا ما عرفتش فين بغات توصل، ما عرفتش فين بغيتوا توصلوا. إلا أننا تنقولوا لكم راه باقي عندنا النفس وباقي عندنا، رغم أننا كنشوفوا خوتنا كيموتوا، إلا أننا تنقولوا لكم راه غادي نزيدوا نستمروا إلى حين أننا نلقاو حل. خوتنا حنا ما ساخينش بهم، وكوننا ما ساخينش بهم سنلتحق بهم. إلا مشاو ماتوا كونوا على يقين بأنه لا محاد وبأنه غادي تولي حاجة أخرى. سكيفي حنا ما راجعينش اللور، الناقص ما كيناش، راه انطلقنا من نقطة الصفر وانطلقنا من الناقص كمهمشين وكمقصيين وزنا خطوات للأمام. نحن مغاربة مناضلون حتى البكاء وحتى النخاع، وبالتالي ما بغيناش نضروا بلادنا وما بغيناش نزيلوا نشوهوا بلادنا أكثر ما شوهتوها بفسادكم وكثر. ولكن تنقول لكم التفتوا لنا، التفتوا لنا، فنحن المواطنون الأحرار، حنا اللي غادي نهزوا البلاد وحنا اللي كنهزوا لي دغابو. سكيفي سكيفي ما تبقاوش ما تستهنوش بالقوة ديالتنا وما تستهنوش بالصبر ديالنا وما تستهنوش بشنو فين ممكن نوصلوا. وراه باقيين لحد الساعات نحسبوا ألف حساب للقضية ديالنا ونحسبوا ألف حساب للأرواح ديال الإخوان ديالنا. راه حنا ولينا اليوم محطوطين في توازن في جوج ديال الحوايج، كفتي ميزان، وحدة كتحمل أرواح ديال الأصدقاء ديالنا وحدة كتحمل الوطن، فأي الكفتين ستغلب أنتم تحكمون.